بداية اتعرفت على علي في صف تاسع أول ما دخل المعهد، معهد تكنولوجيا التطبيقية بالشارقة. كانت له أول سنة عندنا بالمعهد، ومن بداية العام الدراسي أظهر علي تفوق وتميز في معظم المجالات. بديت قصتي مع الاي اي اول مره كانت صف ثامن، شفت فيديو اي اي يقدر يفرق بين تفاحه وبرتقاله. بحثت زياده عن الموضوع، عرفت هذا الشيء اسمه ايمج كلاسيفيكيشن، انه يستخدم اي اي بلغه بايثون. يوم وصلت صف 10 دشيت تخصص الاي اي. هذه اللايبرري ساعدتني اني ابني اساس حق الاي اي، وخاصه الاوبن سي في والنمباي كانت لغات اساسيه حق الايمج كلاسيفيكيشن. شاركنا في مسابقة اي تي ماراثون اللي في جامعة الامارات. كان مشروعنا عبارة عن زراعة بالمياه هيدروبونيك. كنا نفرق، استخدمنا الاي اي فيها ان نحن نفرق بين النبتة الصحية والنبتة اللي مش صحية، واستخدمت الاردوينو بعد عشان يقدر يتحكم في المشروع كامل. والحمد لله فزنا الاول على مستوى الدولة. هذا اول ان ون كومباس جي بي اس، هذا وحتى هذا جي بي اس العود، وهذا التليمتري راديو. هذا الراديو من الشخصيات اولهم اللي ساعدوني ابوي وامي الله يحفظهم، ساعدوني. كانوا هم يمولوني عشان انا اقدر اشتري الاشياء اللي ابغيها، واقدر اشتري الكتب اللي اتعلم منها. بعد اساتذتي الله يعطيهم العافيه، خاصه استاذنا الاستاذ الفيزياء، كنت اخذ منه معلومات جدا مهمه، وكان يعطيني من وقته، يخصص لي من وقته عشان يعلمني اشياء في الفيزياء، وخاصه مس الكمبيوتر مس السنين. بعد كان تعلمني في البايثون، وكان تعطيني معلومات مهمه جدا عن كيف يشتغل الاوبريتنج سيستمز. نزل شمله ما هيها، لا هيك من هون. فلازم اعرف المسافه تقريبا 10 سنتي تقريبا. انزين نو كيف كانوا يقولون؟ نصيحه اقدمها للشباب انهم يوازنوا بين وقت الدراسه ووقت اللي يعطونه شغلهم. في نفس الوقت يعطون وقت كافي للدراسه في البيت، يعطون وقت عشان يحلوا واجباتهم، عشان يراجعوا موادهم، وفي نفس الوقت يركزون على البحث العلمي والتطبيق وقراءه الكتب. من المواقف اللي أثرت فيني خلال تعلمي إن يوم صارت حادثة اللاب اللي عندنا في المدرسة، مكيف في اللاب اخترب ودرجة الحرارة ارتفعت. فالمشكلة إن المختبر فيه كيماويات، هالكيماويات إذا درجة الحرارة ارتفعت ممكن تشب النار. فهذا شيء ألهمني إني أسوي جهاز يقدر ينبه أول ما المكيفات أو درجة الحرارة ترتفع، يطرش SMS على التليفون إن درجة الحرارة مرتفعة عشان ينقذون الوضع في وقته. أكثر موقف مضحك مسيرتي العلمية يوم كان سويت جهاز يحسب نسبة السكر اللي في الماء، وبعد ما برمجته وشبكت الوايات وكل شيء، وكان في النهاية عندي وايرين، حطيته في كوب سكر ما اشتغل من أول مرة، استغربت. في النهاية عرفت إن هذا طلع جهاز يحسب نسبة الملح. علي أتوقع له إن شاء الله يعني مش خلال 10 سنوات القادمة، أظن أقل إن شاء الله خلال 5 سنوات القادمة يكون واحد من المتفوقين جداً في مجال الذكاء الصناعي، وإن شاء الله يكون ذخر للإمارات وللأمة الإسلامية والعربية.